مرحبا بكم في صحة ماك. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم راحين تعرفوا كيفاش تهنوا من التهاب اللتة. في رأيكم التهاب تاع اللتة ولا لاجونسيف يقدر يسبب تساقط الأسنان؟ صحيح، على خاطر إذا ما عالجتوش الالتهاب تاع اللتة راح يسبب لكم تكاثر البكتيريا في الفم ويؤدي الى مرض اكثر خطوره، وهو مرض دواعم الاسنان ولا لاباغودونتيت اللي يسبب سقوط الاسنان تاعكم. من اعراض التهاب اللثه نلقاو انتفاخ واحمرار في اللثه في لاجونسيف تاعكم، نزيف في لاجونسيف، الرائحه الكريهه، وثاني الم شديد. التهاب اللثه يجي بسبب تشكل غشاء حيوي رقيق من البكتيريا على الاسنان، تنظيف سيء يعني كي تنظفوا سنانكم بسرعة وبقوة، تاني التدخين، والإصابة ببعض الأمراض كما باغ إكزومبل السكر ولا السرطان، إي أوسي نقص الفيتامين سي والتقدم في السن. للوقاية من التهاب اللتة لازم نطفو سنانكم بانتظام وبالطريقة الصحيحة على الأقل 2 مرات في اليوم. لازم تاني تستعملوا الخيط وغسول الفم، واستعملوا فرشاة أسنان يعني بروسا دون تكون طرية وبدلوها على الأقل كل 4 أشهر باش تضمنوا نظافة خير. شلوا فمكم بالماء والملح اللي يخفوا من البكتيريا والترسبات، ولا تقدروا تحطوا حبة تاع قرنفل في فمكم لمدة 4 ساعة يوميا، ومن بعد شلوا فمكم بالماء دافي. علاج تاع التهاب اللتة يكون بالنظافة، ومن الأحسن استعمال فرشاة كهربائية يعني بروسا دون إلكتريك اللي تمد نتيجة فعالة، خاصة إذا تتقلقوا كي تغسلوا سنانكم. إن شاء الله نكونوا فتناكم. تقدروا تعودوا تشوفوا صحة ماك سوغ انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. أبقى لي غير نقولكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.